ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود جميل من الهيئة الوطنية للانتخابات. إليك محمود. نعم، أرحب بكم مجددا من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتابع على مدار الساعة منذ صباح هذا اليوم سير العملية الانتخابية في كل المحافظات. لعل الخبر الأبرز الذي أدلى به المستشار أحمد بن داري المدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات هي يعني أن نسبة التصويت منذ الأمس وحتى صباح اليوم تجاوزت 45%، وهذا من خلال المتابعة والإقبال الكثيف في كل المحافظات. بعد انتهاء ساعة الراحة اليوم وتحديدا التي كانت مقررة من الساعة 3 حتى 4 مساء، تم يعني المتابعة مع بعض رؤساء اللجان في المحافظات للتأكد من استئناف العملية الانتخابية مرة أخرى بعد الانتهاء ساعة الراحة، وتم التأكيد من كل رؤساء اللجان الذين تم التواصل معهم على الكثافة الموجودة في كل اللجان. وربما هنا أعلن المستشار أحمد بن داري أنه يعني منذ أمس وحتى صباح اليوم تم تزويد عدد كبير من اللجان ببطاقات اقتراع أخرى جديدة نظرا لنفاذ بطاقات الاقتراع في بعض اللجان، وتم أيضا يعني تزويد عدد من الصناديق، صناديق الاقتراع تم أيضا تزويد هذه اللجان بصناديق أخرى نظرا لهذه الكثافة الكبيرة الموجودة داخل اللجان. وفي هذا الصدد أيضا أكد المستشار أحمد بن داري على كل رؤساء اللجان في كل المحافظات بأن يتم استمرار العمل في تصويت الناخبين حتى خروج آخر ناخب من المركز الانتخابي، حتى وإن يعني إن كان ذلك بعد ساعات العمل الرسمية للتصويت أو ساعات التصويت الرسمية في 9 مساء يسمح بدخول آخر ناخب ولا يتم غلق اللجان نظرا للكثافة الموجودة في أغلب اللجان. كما تم الحديث أيضا عن تذليل بعض العقبات أمام الناخبين تيسيرا عليهم فيما يتعلق بإحدى اللجان في محافظة الدقهلية التي كان إحدى اللجان في كان بها انتهاء يعني الناخب بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية، ولكن بعد التأكد من هذه الشكوى تم التأكيد على القاضي بالسماح له بالتصويت والسماح لكل من يحمل بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أن يتم السماح له بالتصويت. وتتابع أيضا غرفة العمليات كل الإجراءات العملية الانتخابية في كل المحافظات حتى انتهاء ساعات التصويت الرسمية في 9 مساء، والسماح أيضا لكل الناخبين المتواجدين في مراكز الانتخاب. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، كنت معنا من الهيئة الوطنية للانتخابات.